برعي عائلتك بأروع ديسير كراميل بلا نشا ولا فلون ولا بيض. مكونات عندك في البيت بطبقة الكراميل المعلكة، وجدي راسك غيتخاطفوا عليها. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يجازيكم بخير، ما تنسوناش من لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم فائدة على الجميع. ومرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا لقناتي وعجبوا المحتوى ما عليهم إلي فعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد. وقبل ما نبداو لا فيديونا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركسي الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير. أول حاجة كناخد هنايا واحد المقلاة او كاسخول او اي اناء اللي غنوجد فيه هاد الكراميل. اول حاجه كنحضر الكراميل، كناخذ هنايا 100 غرام من السكر الخشن اي سنيده، اي كاس غير مملوء، يعني الكاس ديال السنيده كيوزن 120 غرام. عندنا هنايا 100 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده، كنوضعو على نار اللي تكون مهيله، يعني الادنى درجه ديال الحراره اللي عندنا في الفرن او في البوطه، يعني كنوضعو على نار مهيله مع التحريك مره ملعقه خشبيه. ومنين نكونو كنحركوه من الاحسن نركزو على الجوانب، يعني الجوانب ديال المقلاه او الكاسخول، حيت هما اللي تيبقى يقبض فيهم في الاغلب الاحيان، يعني الحراره او السخونه ديال النار. غير النار تكون مهيله قدر الامكان باش كنحصلوا على واحد الكراميل باللون والذوق ديال الكراميل، ما يجيناش محروق فيه المروره. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما داب ليا داك السكر تقريبا 100 غرام ديال السكر، اي من عبر كاس ديال عنبه غير مملوء، حتى كنحصل على هذا القوام هذا تماما، والنار كانت مهيله باش كنحصل على واحد الكراميل، يعني السكر ذائب بدون مروره نهائيا. عندي هنايا واحد ملعقه صغيره اللي تكون مملوءه جيدا من الزبده ديال العلب او حتى الزبده حيوانيه اللي موجوده عندكم ديال حيوانيه او نباتيه، الا الزبده ديال التوراق كما كنقول لكم دائما. كندير هنايا معلقه مملوءه جيدا وكنبقى نحركها مزيان مزيان حتى كتفاعل ليا تماما مع هذا السكر كراميل اللي حضرنا. وكيف ما كتشاهدوا معايا نتمنى الشرح يكون واضح والصوره اوضح. كنبقى نمزج داك الزبده مزيان مزيان، يعني كنحركها والنار دائما تبقى مهيله حتى كنحصل على واحد شبه كراميل، يعني هذا راه كيكون كراميل إلاستيك، يعني كيولي كيتجبد. غادي نضيفلو هذا المكون وهو يعني ياغورت دانيت ديال الكراميل، راه كلشي كيعرفو. علبه وحده غادي نضيفها وغادي نمزجها مزيان مزيان، غادي نخلطها باش كنحصل على واحد الكراميل اللي ممكن نزينو به التحليات او الكيكات او الطرطات، ممكن نحتفظو به حتى في الثلاجه وقت اللي بغيناه، غير كنسخنوه في حمام مريم وكنزينو به داكشي اللي بغينا. حتى الا حضرنا كميه اكبر راه ما كيوقع ليه حتى شي حاجه، يبقى غير في الثلاجه لمده اسبوع ممكن نحتفظوا به. كيف ما كتشاهدوا معايا درت هنايا معلقه الزبده خليتها حتى تمزجات مزيان مزيان وذابت، عاد ضفنا هذاك واحد ياغورت ديال دانيت، يعني ديال الكراميل راه معروف، او فلو كراميل او كريم كراميل. علبه كامله كنضيفوها كيف ما كتشاهدوا معايا، كنحرك مزيان مزيان، كنحرك مزيان مزيان وانا راه طفيت في هاد الادنى النار، غير كنوريكم القوام اللي كنحصل عليه، يعني ما فيه لا مروره ولا محروق، اللون رائع جدا. كنبقى غير نحرك بالمهل صافي. كنوضع هذه المقلاة ديالي جانبا، كيف ما كتشاهدوا معايا كنحصل على هذا القوام هذا. في الاول كنحضر هذا الكريم كراميل او الطبقه ديال الكراميل، كنوضعها جانبا ونمشي نكمل معكم الوصفه. كناخذ هنايا واحد الكاسخول اللي كنوضع فيها واحد جوج معالق كبار ديال السكر الخشن اي سنيده، وانتم لكم اختيار في الذوق لاننا باقي غنزيدوا مكونات حلوين. كندير هنايا جوج معالق كبار ديال سنيده، وكنرجع نضيف واحد علبه ديال كريم كراميل او داني ديال الكراميل، هذه كيبقى اختياري. اللي ما بغاش يضيفو ممكن يعوضو بربعه ديال القطع ديال الشوكولاته بيضاء، اما ديروا هذا اما ديروا ربعه ديال القطع ديال الشوكولاته بيضاء، لكم الاختيار. راه كاين البديل، يعني اللي ما بغاش يدير فيه هاد الدانيت ديال الفلون ممكن ديروه غير في الكراميل، وهنايا ديروه غير ربعة القطع ديال الشوكولاته بيضاء. عندي هنايا جوج معالق كبار مملوءين جيدا من الدقيق، والناس اللي جربوا التحليه ديال الدقيق يردوا عليا الخبر، كي جاتهم كتجي خطيره ولا اروع، حسن من نشا ألف مره، غير جربوها صدقوني ما غتندموش نهائيا عليها. عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب اللي كنضيف كميه بشويه بشويه، ضفت النصف الاول حتى كنحرك مزيان مزيان، كيتمزج ليا داك الدقيق مع السكر مع داك دانيت كريم كراميل اللي ضفت، وكنحرك مزيان مزيان. كنوضع الكاسخون ديالي على نار اللي تكون مهيله دائما مع التحريك المستمر، وركز على القاع ديال الكاسخون باش ما يتحرقش لينا داك الخليط ديال الدقيق الى اخره. كنبقى نحرك مزيان مزيان، وكنرجع ناخذ واحد معلقه كبيره او زوج معلقات
من الكراميل اللي حضرنا كيعطينا واحد الذوق رائع جدا. لهذا قلت لكم ممكن تستغناو على داك ياغورت ديال الكراميل اللي عطينا ذوق الكراميل وديروا الشوكولاته، لاننا غادي نهزو من داك الخليط الاولاني ديال الكراميل كيجي خطير جدا. انا درتهم بزوج، جا الذوق رائع للغايه كيف ما كتشاهدوا معايا، نراها مهيله لاقصى درجه والتحريك تيبقى مستمر بالفو، يعني ما كياخذش منكم واحد الوقت بزاف، يعني تقريبا ما بين 3 دقائق او زوج دقائق، يعني كنحركو على نار مهيله وكنبقى نحرك حتى كنحس كيدير لي واحد الفقاعات في الجوانب. ملي كنشوف داك الفقاعات في الجوانب صافي راه هذا الخليط ديالي راه ناضج وواجد، وتا داك الدقيق اللي كنبقاو نشكو فيه كي دايره التحليه ديال الدقيق غناكلو الدقيق، لا الدقيق راه طاب. يعني ملي كنشوفو داك الجوانب ديال الكاسرول او الاناء كيف كونوا فيه البقاعات صافي كنطفيو عليه مباشره. ملي كنطفيو عليه كنجيبو هنايا زليفات او ليفارين او اي حاجه عندنا اللي غنديرو فيها التحليه. انا التحليه درتها يعني تحليه كبيره يعني تاكلي وتشبعي، ما درتهم صغيورين لهذا عمروا لي غير 4. وهاد الزليفات تبارك الله ما شاء الله راهم كبارين، ممكن تخرجوا من 6 حتى 8 ديال التحليات على حسب ليفارين او الكويسات اللي غتوضعوهم فيهم. انا خرجت 4 بالحجم كبير، وانتم غتقدروا تخرجوا اي كميه على حسب افراد الاسره. من بعد ما فرغتهم، يعني انا مباشره غير فرغتهم بقيت تقريبا من اقل من دقيقه درت هاد الكراميل هذا. نتوما من الاحسن من الاحسن، ونصيحه مني هذا خطا مني درته، كنقول يعني اي حاجه درناها سواء في التصوير او الكواليس خصنا نقولوها باش نتجنبوا الخطا. انا درت واحد الغلط، منين خويت هاد ليفارين كان عليا ندير نرجعو من الثلاجه يبقاو تقريبا واحد نصف ساعه عاد نخوي الكراميل. انا مزروبه مع الضغط ديال التصوير الى اخره، كيف خويتهم كيف درت هاد الكراميل. وهاد الكراميل كريم كراميل منين غنوجدوا هو الاول يا شفتوه بدا كيعقد ليكم، غير كديروا نار مهيله عليه حتى كيطلق راسو، وعاد كنخويوه فوق التحليات بشكل عادي. انا ما انتبهتش او ما ركزتش اكثر، كان عليا نخوي الطبقه الاولى نديرها في الثلاجه يبقى واحد نصف ساعه على الاقل، على الاقل نصف ساعه عاد ندير طبقه الكراميل. على العموم جا المذاق رائع جدا، كان الشكل غيجي احسن من هذا كون صبرت عليهم، يعني خليتهم واحد نصف ساعه في الثلاجه عاد درت الطبقه الكراميل. ولكن صدقوني صدقوني كيجي المذاق خطير ولا اروع، وتزين لكم الاختيار، ممكن تخليهم كما هما ديروا الكاوكاو او اللوز او اي مكسرات عندكم مهروشين. درت انا هنايا قطع ديال البسكوي ديال الكوكيز باش تجيني القرمشه زائد التعليكه ديال هذا كريم كراميل ولا اروع. صدقوني غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها، وما شهيتكم فيها كيف ما كتشاهدوا معايا كتجينا معلكه وكتجي كريميه كتذوب في الفم، كتشوفوا كنمرر الملعقه للولد ديالي راه قدامي في التصوير. يعني نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر كالعاده في التعاليق، وشكرا لكم المتابعه وبالصحه والراحه. جربوها وانا متاكده غادي تبهركم وغادي تبرعي عائلتك باروع ديسير كراميل بلا نشا ولا فلون ولا بيض، بمكونات عندك في البيت بطبقات الكراميل المعلكه، وجدي راسك غيتخاطفوا عليها. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، ودائما مع قناه سكينه صغيريه الوصفات السهله والجد الاقتصاديه. شكرا لكم المتابعه والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.